هذا اليوم هو تفتيش الفحصي لمديرية العتاد، مقر مديرية زائدا مجامع العتاد الستة وأفواج الحراسة والحماية الستة المكلفة بحمايتها. مجامع التفتيش باشرت من الصباح الباكر لهذا اليوم بالحركة إلى هذه مقر المديرية ومجامع العتاد. احنا حقيقة المديرية هذه من المديريات المهمة في الجيش العراقي، تعنى بتداول وخزن كافة أنواع الأعتدة. لذلك يعني استمعنا بشكل مفصل إلى إيجاز الأخ مدير العتاد، هناك معاضل سيتم عرضها إلى السيد رئيس أركان الجيش المحترم، وأيضا هناك حلول مقترحة. نتمنى أنه هذه المديرية وكل توابعها تعمل وفق سياقات الخزن الصحيحة، وراح نتابع هذا الشيء من خلال يعني التفتيش اللي راح يجري. أيضا راح ندقق القياسات وراح ندقق يعني الخزين بشكل كامل بعدده وشروط الخزن، حتى نوصل إلى يعني إدارة صحيحة لكل الأعتدة الموجودة في الجيش العراقي. تقوم الفتشية العسكرية بزيارة مديرية العتاد والوحدات المرتبطة بها من أفواج الحراسة والحماية وجميع مخازن العتاد، والآن الزمر حاليا موزع على هذه الوحدات للقيام بعملية التفتيش. وهذه العملية هي عملية تقييم وتقويم للعمل الموجود به من خلال تفتيشهم لكافة المفاصل وفق أسس تفتيش تعمم من قبل مفتشي العسكرية وزيارة السيد المفتش العسكري والأخوة المفتشين العسكريين. تعتبر هي فدل العمل أو خطة عمل نسترشد بها، وفي نفس الوقت نتم من خلال عرض المعاضل والمقترحات اللي هي المفتشية العسكرية تعنى بها وتأخذ بها لغرض مفاتحة وضع الحلول لهذه المعاضل ومعالجة كافة السلبيات. الساعة 700 من هذا اليوم باشرت مجامع المفتشية العسكرية العامه باجراء التفتيش الفحصي لمجموعه العدات ضمن خطه التفتيش لعام 2019. تسعى المفتشية العسكرية العامه من خلال جولات التفتيش ومن خلال الواجبات الى رفع القدره القتاليه والقابليه القتاليه لقواتنا المسلحه، ومن ذلك من خلال وضع اسس كفيله تكفل باعاده الجيش العراقي الى سياقات العمل الصحيحه. وفيما يخص مجموعه العتاد، تم تدقيق وفحص خطط الامن الوقائي وكافه تدابير الامن الوقائي، وتم التاكيد على تدابير حمايه امن المنشات. اليوم احنا زين في التفتيش مديرية العتاد العامة، لأنه والتفتيش فحصي، لأن العام الماضي كان تفتيشهم تعليمي، اليوم تفتيشهم فحصي. جولنا يعني الغاية من التفتيش هو نشوف مدى استيعابهم وتلافيهم للسلبيات اللي ظهرت العام الماضي. اثنين، الوقوف على الإجراءات الاستلام وتسليم العتاد وطريقة خزن العتاد والآليات اللي يتم بها من خلالها التعاقد على العتاد وعلى كيفية تسليمه وصرفه إلى الوحدات، وإذا أكو أخطاء أكو مفتشين اختصاصيين بهذا الجانب، وإذا أكو أخطاء راح أيضا تشخص، وبالتالي نحاول نعيد هو هذا هدف اللي دئبت عليه المفتشية، نعيد الجيش إلى سياقات السابقة، لأنه هي أصل الجيش هو أصلا سياقات.